السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم كاملين عند عالم أم سفيان. تعطلت عليكم شوية وكاين شي مشكل. عيدكم مبارك سعيد بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتو كاملين يا ربي، والله يدخل علينا العيد بالصحة والسلامة على الجميع يا ربي، ونبقاو تعيدوا وتعاودوا إن شاء الله. المهم ان شاء الله اليوم نشارك معكم واحد الشهيوه من الشهيوات ديال العيد الكبير، التقليه. دابا انا درت واحد البصيله متوسطه الحجم، درتها تشحر شويه زيت الزيتون، وخديت هاد التقليه هذه سلقتها في الماء باش نقص لها شويه ديال الليدام، سلقتها ولحت هذاك الماء زولته، وفيها شويه ديال الكرشه، فيها الريه، فيها هاد القرجوطه او هادي. المهم دابا انا شحرت شويه البصله، غادي ندير فيها هاد الشيء، راه قطعته طريفات بسم الله، وغادي نخليه يتشحر واحد شويه مع الزيت، ونزيد عليه الثومه. ها هي معلقه ديال الثومه عامره، وغادي نخلي تشحر واحد شويه، من بعد نزيد عليه الماء طايب ونخليه يطيب. وعاد غادي نديرو التوابل كامل ان شاء الله. صافي غادي نكب عليها الماء، نغطيها بالماء صافي، ونغطيها ونخليها تطيب. ها هي دابا راه بدات كطيب. المهم غادي ندير عليها دابا واحد مطيشه محكوكه، كاين اللي ما تيديرش مطيشه، انا كيعجبني ندير مطيشه، وهذه هريسه حاره اللي تيبغي الحار، كاين اللي ما تيديرش مطيشه تيدير على الحامض صافي، ولكن هي مطيشه كتجيبها زوينه. التوابل عندنا هنا معلقه صغيره ديال البصل، معلقه نص معلقه كبيره ديال قزبور يابس، معلقه صغيره سكنجبير، نص معلقه كبير ديال التحميره، نص معلقه كبير ديال خرقوم بلدي، والكمون حتى طيب ونديروا ليه نشويوه. وعندنا قزبر ومعدنوس والحامض مصير، حامض مخلل او مرقد صافي، ونخليها دابا حتى طيب ان شاء الله. الملحه مازال ما درتش الملحه حتى طيب، دايره شويه قليل باش ما تقساحش. صافي دابا غادي نقطعها ونخليها تكمل الطياب. المهم هي طابت صافي، وجدات المريقه ديالها عقدات. الا بغيتي ديرها في طنجره الضغط راه غادي طيب دغيا ما بين ساعه ساعه ونص تكون وجدات. انا درتها في هاد الطاجين ديال الفخار باش ما درتهاش على المجمر. المهم هي وجدات، ونتمنى تعجبكم ان شاء الله. ان شاء الله تنديرها في طبق التقديم ونوريكم. دابا غادي نزيد شويه ديال الزيتون في الاخر. صافي ها هي التقليه وجدات، نتمنى تعجبكم مبتدئة تحاولوا يجربوها ان شاء الله تنجح معاهم. سهله الطريقه، سهله، كتجي لذيذه بزاف. والسلام عليكم ورحمه الله، الى اللقاء. شي فيديو جديد ان شاء الله. سفيان تيقول لكم لايك 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 لايك. يلا السلام عليكم.